Hold my head inside your hands. كمل ولازلنا في تعريف معنى الزواج وسر الزيجة، واللي قلته في الفيديو كليب اللي فات إن الزواج بالمعنى العام في كل الديانات بعيدا عن إيمان الشخص هو اتحاد إرادتين كاملتين، أو زي ما بيسموه عند إخواتنا المسلمين عرض وقبول ونية كاملة صافية، واتحاد جسدي كامل. وهو ده في المعنى العام ما جمعه الله، ده عند عموم البشرية. عشان كده أقدر أفهم إن لما تقرأ في العهد القديم إن كان كل اللي بيحصل في زواج الآباء البطاركة قدام إبراهيم وإسحاق ويعقوب إن كانوا بيجيبوا له العروسة وبيعملوا احتفال وبعدين ياخدها يضاجعها في الخيمة بتاعته، ويبقى كده ما دام تم الإرادة الكاملة والاتحاد الجسدي يبقى تم الزواج. في نقطة بس اللي لسه ما ذكرتهاش، وهي الوضع الاجتماعي، إن هذا الزواج اللي هو إرادة واتحاد جسدي لازم يتم إعلانه اجتماعيا وشهود المجتمع عليه. دي نقطة وإن كانت ليست جوهرية قوي في معنى الزواج بالتعريف المجرد، لكنها ضرورية جدا بسبب الضعف البشري، لألا يكون واحد في الاثنين مرتبط بشخص آخر وما قالش وبيكذب. فالإعلان أحد أهدافه الأساسية إن نتأكد من صلاح الإرادة والضمير بتاع الاثنين اللي هيقابلوا بعض وهنقبل جوازهم مع بعض كمجتمع نشهد عليه. فيبقى الإرادة الشخصية وشهادة المجتمع والإعلان الكامل. الإعلان كمان ليه معنى تاني مهم عظيم، فكرة الاحتفال، وحنيجي للحديث عن الزواج لسه بعدين في فيديو كليبس تانية ونقرأ من صلوات الإكليل. فكرة الاحتفال نفسه، إحنا بنحتفل بسر الزيجة، والزوج والزوجة مفروض إن سبب فرحتهم إن إحنا بنعلن حبنا وبنأكده وبنشهدكم علينا، اشهدوا يا كنيسة واشهد يا مجتمع واشهد علينا يا رب، احنا فعلا بالإرادة الكاملة قررنا نتحد مع بعض ولا يفرقنا شيء ولا حتى الموت بالنسبة للمؤمن المسيحي. فالشهادة الاجتماعية دي ضرورية ومهمة جدا. مش عايز اي حد يسيء فهمي ان انا بقول الكنيسة ملهاش دور او دورها صغير، لا، ليها دور مهم جدا. انا كإنسان مسيحي بقى، يعني الكلام اللي أنا قلته كان التعريف في العموم بالنسبة للزواج خارج كنيستي، أنا كإنسان مسيحي لا أقبل إلا أني أستلم زوجتي من عند المذبح من إيد المسيح، وسلمت بنتي عند المذبح لإيد جوزها لإيد المسيح عشان يسلمها لجوزها. فده بالنسبة لي أنا هو كمال الزواج، لأن عايز أن الكنيسة تؤكد إعلان هذا السر وتدي لهم التحليل، لأن الإرادة والاتحاد الجسدي موافق عليها الله من خلال موافقة الكنيسة، لأن إحنا جسد المسيح، إحنا جسد الله اللي على الأرض. فإحنا كمان لما بنفرح بيه وبنحتفل بيه وبنوافق عليه وبنشهد عليه، إحنا بنزيد فرحتهم فرح. اشترك في الفرح يزيد، اشترك في الألام تقل عنك، تعبير جميل كنت بسمعه من وأنا صغير. Share your happiness it increases, share your sorrows it lessens. الكنيسة بتشهد معايا والكنيسة بتطلب لي ان سر الزيجة تجميع الله ده يحصل ويتم ويفضل مستمر، الى جانب طبعا النصائح الاساسية. لكن زي ما قلت، لو حصل ان صلينا بدل الساعة 10 ساعات وما كانش فيه الارادة الكاملة للاتحاد والجسدين اللي قابلين للاتحاد، يبقى زواج باطل واللي احنا عملناه ما يجوزهمش بالعافية. تماما زي ما انت لو رحت في سر الاعتراف واعترفت بحاجات كتيرة لكن في نيتك من جوه ضميرك مش معترف ومش ندمان، لو أبونا صلى لك التحليل 1000 مرة النهاردة والسنة الجاية خطيتك عليك. المغفرة أساسا في الندم وفي التوبة بينك وبين الله، هذا هو السر. لكن بتيجي الكنيسة تعلن لك السر في التحليل من خطيتك. وزي ما قلت، أسرار الكنيسة كلها أصلا أزلية، زي سر ذبيحة المسيح، ده موضوع أزلي إحنا مجرد بيستعلن لينا تاني. عارف يا فكرة تشبه إيه؟ زي فكرة إن أنت بتدخل على الإنترنت، الإنترنت وفيها كل ملايين الملايين وبلايين الصفحات دي موجودة، أنت يو بلاج إن، يو لوج إن،
فتدخل على الانترنت فتستقبل الانترنت، لكن كل ما فيها موجود. فكل اسرار الله وكل هبات الله ونعمه علينا واسرار الكنيسه دي كلها هبات ونعم الروح القدس اوريدي وهبها من ناحيه الله، من ناحيه موقفه اعطيت، احنا بنمد ايدنا نستقبلها، لكن مش احنا اللي بنصنعها. هذا الكلام ايضا ينطبق على فهمنا لسر الزيجه. في العربي عندنا كلمه واحده وهي كلمه الزنا، لارتكاب الجنس خارج الزواج، لكن في الحقيقه هو في كلمه تانية اللي هي الدنس، بس احنا بنعدي عليها مش واضحه بالنسبه لنا قوي في العربي، لان برضو من التراث الرهباني يقول له ده شيطان الزنا وروح الزنا وتجربه الزنا. هو الزنا معناها خيانه زوجيه، لازم يكون في زواج بين اتنين وطرف من الاتنين يخون الطرف الاخر مع طرف تالت علشان نقول ان حصل خيانه زوجيه. لكن الجنس قبل الزواج او بدون زواج بين رجل وامراه بحسب مفهومنا الانجيلي يسمى دانس، والكلمتين بالانجليزي زنا يعني ادلتري، وعلى فكره هي ادلتري انتوا عارفين نفس الكلمه في الانجليزي معناها انك تغش اللبن مثلا او تغش اي ماده بانك تضيف عليها حاجه تانية تخفها او تغير طبيعتها. الغش ده اسمه ادلتريشن، غش اللبن بانك تضيف عليه ميه ادلتريشن اوف ميلك. فادلتري معناها خيانه زوجيه، غشيت زوجتك او زوجه غشت زوجها. لما يكون ما فيش اصلا زواج فيبقى العلاقه الجنسيه اللي حصلت دي بنسميها دنس، يعني علاقه خاطئه لكن ملهاش علاقه بزواج ده او زواج ده، فنسميها فورنيكيشن بالانجليزي. برضو يفضل التمييز بين الاثنين، وده اللي بيخلي على فكره في الغرب احنا كلنا متخيلين في الشرق ان العالم اللي هنا دي كلها كل واحد ماشي زي ما هو عايز. لا، ما هياش كده. مجرد ان الانسان تزوج فالغرب يعلم جدا ان الزنا شيء رهيب وخطية ومرفوض. صحيح ممكن يسامحوا بعض او يتغاضوا عن الخطية دي، لكنه شيء مكروه جدا، لان طبيعة الرجل او المرأة كل واحد يغار جدا، والغيرة دي طبيعة في الانسان حطها ان مدام انت اصبحت شريكي او انا شريكك محدش يسيب التاني في التزام مدى العمر. فالزنا هو الخيانة الزوجية. طيب انا هعرض عليكم اتنين سيناريو عايز تفسير او تعريف. واحد مثلا سافر بعيد عن مراته سنة ولا حاجة، وفي هذا المكان قابلته واحدة وأغرته وغلط معاها ورجع ندمان وتايب على اللي عمله، هذا الإنسان زنى. واحد تاني عايش مع مراته، لا سافر بعيد ولا غلط بعيد، لكن طول النهار يشتمها ويهزقها وبيكرهها وبيستقل بيها وبيضربها، الشخص التاني ده زاني ولا مش زاني؟ خان العهد الزوجي ولا مخانوش؟ لو سألنا الزوجتين في الحالتين، الزوجة اللي زوجها سافر بعيد وغلط ورجع واعترف وندمان، والزوجة التانية اللي جوزها طول النهار معذبها ومطلع عينها وبيضربها، مين فيكم مستعدة تسامح جوزها ومين فيكم مستعدة تطلب الطلاق لأن مش قادرة تعيش معاه؟ أعتقد الإجابة واضحة، أنا مش محتاج أن أنا أقولها، مش كده برضو؟ يعني عايز أقول أن الخيانة الزوجية الزنا ما يتخدش بحرفية كلمة الزنا، لكن وما يقود إلى الزنا أو ما يقود إلى فقدان العلاقة الزوجية والحب والعهد الكامل اللي كل واحد فيهم ندى نفسه للتاني. فكروا في دي، لأن دي نقطة أساسية هنرجع لها تاني لما نتكلم على معنى الطلاق وليه الطلاق، وهل يبقى في زواج تاني ولا لأ، إزاي نقول إن ربنا ممكن يسامح لكن إحنا ككنيسة مش ممكن نسامح، ربنا ممكن يغفر لكن إحنا ككنيسة يستحيل نجوزه، وده ليها برضو نصوص في الكتاب. لكن المشكلة ان احنا بناخد النصوص بحرفية عنيفة جدا، وكلمة لا اجتهاد مع صراحة النص ده نص عند اخواتنا المسلمين في الشريعة الاسلامية. احنا عندنا الله يجتهد جدا في انه يغفر للخاطي ويسامح الخاطي جدا، ولو كان لا اجتهاد مع صراحة النص كان مسيح مفروض رجم الزانية. طبعا في الرأي اللي بيقول اصل ما جابوش الراجل معاها اللي كان زاني معاها، والزنا بيكون من طرفين، فلو كانوا جابوه كانوا رجموا الاثنين. ايه رايكم في الراي ده؟ الراي ده انا سمعته من احد المعلمين في الكنيسه، وطبعا الناس اللي سمعت هذا الكلام استاءت استياء شديد جدا. يعني ايه ده؟ ده اجمل حته اللي شفناها، عمليه المغفره والرحمه اللي قدمها للزانيه اللي مسكت في ذات الفعل. فيقوم يقول لو كانوا جابوا الراجل كانوا هيرجموا الاثنين، ما هو ده لا اجتهاد مع صراحه النص. عايزينها كده، يبقى الحرف يقتل والروح يحيي ونكمل الحوار.